صباح الخير بلياداتي، أنا رايح للمستشفى، خلي بالكم على نفسكم زين؟ بابا لا تروح، ليش ما تبقى ويانا؟ لا ما يصير يبقى، لازم يروح لأن أكو عنده واجب وطني. هو رايح للشغل، ليش تقول واجب وطني؟ إيه صحيح، بابا رايح للواجب الوطني لأن هو يداوم بالمستشفى حتى ينقذ أرواح الناس، والمرجعية الرشيدة أنطت فتوى إذا لا سامح الله مات واحد من الكادر الصحي بسبب فيروس كورونا فهو شهيد. تدرون أن الطبيب مجاهد مثل الجندي هم يدافع عن الوطن، لكن بطريقة ثانية، مو صحيح بابا؟ ما أروعكم يا أحبابي، الوطن أمانة برقابنا، وإن شاء الله تخلص هاي الغمة وترجع الناس تطلع بالشارع ويرجع الدوام، وهي بس هاي الفترة لازم نلتزم بالحظر حفاظا على سلامتنا وسلامة الآخرين. هسه شنو توجهون للناس يا أحبابي؟ خليك بالبيت، خليك بالبيت.